لو الدنيا مسرح وحياتك مسرحية، تبقى الرواية اسمها ايه؟ حدوتة. حدوتة؟ حدوتة مالها؟ حدوتة ايه؟ حدوتة يعني بصي، أنا حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار، محبش الاكتئاب أبدا، محبش الضغوطات. يعني أنا حياتي كلها حتى لما بيبقى في حاجة زي دي، في ضغوطات ولا حاجة، أنا بعرف أطلع نفسي براها خالص. حدوتة كوميدية؟ ممكن. انت قلت انك بتحب تلعب تحت ضغط. اكيد. في يعني في ماتشات انا بحب العب فيها تحت ضغط، بس انا من النوع ان انا يعني طول ما انا بلعب تحت ضغط بعرف العب، بعرف يعني ببقى متمسك في نفسي اكتر في الملعب، عارف انا بعمل ايه، قراراتي بعملها ازاي قبل الماتش وفي الماتش. اكيد. مين ضغطه اقوى، الجمهور ولا المدرب؟ جمهور منافس ولا جمهور اللي معانا يعني جمهور النادي الاهلي؟ اي جمهور. لا اكيد ضغط الجماهير اقوى، تاثيره عليك اقوى، ولا ضغط المدرب بتاعك تاثيره لا عليك خالص اقوى؟ لا خالص، مسافه ما بنزل الملعب خلاص انا ما بركز في شغلي، بركز في تمريني، في ماتشاتي، ماليش دعوه باي حاجه تانية، سواء ضغوطات او اي حاجه، كل ده بعرف يعني بعرف اطلع بره المواضيع دي. ما بتخافش من الجمهور؟ لا خالص، ما بخافش من الجمهور. اخاف من الجمهور ليه؟ جمهور الكوره عاده بيطلع اللاعب سابع سما وفي ثانيه بينزله سابع ارض. اكيد. وبالذات هنا في مصر يعني الموضوع ده واخد اكبر من حجمه. ما بيقلقكش؟ لا خالص، انا واثق في نفسي، واثق في امكانياتي، وعارف ان انا يعني انا بعرف بطلع نفسي بره المواضيع دي. بنزل الملعب ببقى مركز بس في شغلي، مركز ان انا ابقى مع زمايلي في الملعب، اكسب فرقتي زي ما هم بيساعدوني انا بقدر اساعدهم، لكن اي ضغوطات تانية بحبش. ولو حياتك مسرحية، أحلى فصل فيها أنهي فصل؟ أحلى فصل فيها لا هو في حاجات كتير أكيد. انتقال للنادي الأهلي. انتقالك للنادي الأهلي أحلى فصل. أكيد. وإيه أوحش فصل؟ إيه أصعب فصل؟ الفصل اللي تحب تنساه، تتمنى تنساه؟ لما كنت احترفت في 6 شهور، ممكن الدنيا ما كانتش ماشية معايا بشكل كويس. في ظروف طبعا انا مريت بيها ما فيش حد يعرفها قوي الا الناس اللي قريبه مني. طبعا رجلي انا راجع مصاب، اتصبت هناك، الدنيا ما كانتش ماشيه معايا كويس هناك. ايه اللي كان صعب هناك؟ ما قدرتش اتاقلم معاهم، يعني زي ما مثلا لما انتقلت للنادي الاهلي عرفت اتاقلم معاهم، دخلت وسط الفرقه، لكن هناك كانت بسبب مثلا في حاجات كده، اللغه طبعا دي كانت فارقه معايا قوي في البدايات. لما جه مدرب اتغير وكده، كنت انا في المنتخب، رجعت هي الدنيا اتغيرت تماما هناك، فانا ما كنتش عارف لايه حصل لي. بقى في حاجات حصلت لي كتير. 6 شهور كانت كافيه ان انت تاخد قرار وتقول اني مش قادر؟ لا مش قادر. انا يعني انا كنت ممكن اكمل في الاحتراف، وانا لما كنت في ميتلاند طبعا يعني انا كان نفسي اعمل حاجه اكتر من كده. انا اول ماتش ليا انا قدام سبورتنج لشبونه انا جبت جون، ورجعت في الدوري جبت جون، فهي مشتش معايا بس بعد كده، بس الحمد لله ده نصيب. شخصيات رئيسيه في حياتك كان عندهم نفس الحلم وما كملوش، اخواتك؟ هما بس لولا الاصابه كان زمانهم موجودين دلوقتي وبيلعبوا، محمد اخويا وحازم. طبعا انا يعني مش هقدر اديلهم حقهم لو اتكلمت عليهم من هنا للسنه الجايه، دايما على طول بينصحوني، وحتى لما ربنا ما وفقهمش وكده كانوا دايما يقولوا لي الصح من الغلط ان انت تعمله عشان توصل لحلمك، وعلى طول كانوا معايا. مين الشخصيات اللي عرقلت طريقك، اللي حاولت تقف في طريقك، تعطلك؟ لا في ناس كتير بس انا مش عايز اذكر اسامي، ربنا يسامحهم. قول لي مين من غير اسامي. ازاي اقول لك مين من غير اسامي؟ قول لي، اشرح لي، قول لي مدرب، قول لي صديق. في مدرب. في مدرب. كان في مدرب مش مقتنع بيك في أكيد بداياتك؟ زي طبعاً ده بيحصل. زي مدرب غزل المحلة؟ احكي لنا. أنا اللي قلت أهو، قول بقى، احكي لنا. لا هو يعني مش عايز أذكر اسمه بس خلاص بقى أنت عرفتي. هو كان طبعاً الكابتن خالد أبو الفتوح، كان آخر سنة قبل ما أمشي من غزل المحلة، كان هو أحبطني خالص لدرجة إن أنا خلاص أنا قلت مش هلعب كورة تاني. وكان دايما مثلا في منتخبات، في حاجات، في ماتشات، في كده ما كانش مقتنع بيا، بس انا كان عندي اصرار وعزيمه ان انا ان شاء الله اوصل لحلمي. انا يعني ما جيت طلعت لغزل المحله ده اتصعدت فوق الفريق الاول، يمكن انا اخر واحد
اخر واحد، اخر لعيب من جيلي اتصعدت في الفريق الاول، والحمد لله ربنا كرمنا. سالت نفسك ليه كان بيعمل كده؟ لا، في اسباب اكيد، في اسباب يعني، بس انا مش عارف ايه هي يعني، لحد وقتنا هذا مش عارف ايه هي الاسباب. ما توقعتش سبب مع نفسك وحسيت ان ده سبب منطقي ممكن يبقى هو ده؟ لا، ما انا ما توقعتش كده، لان انا ما كنتش مؤثر في حاجه يعني، سواء تمرين او ماتشات ما كنتش مؤثر في حاجه خالص. طب بعد اللي قالوا عنك وانت النهارده في المكان ده، ايه اللي ممكن تقوله له؟ لا طبعا، انا اتكلمت معاه يعني، اتكلمت معاه ممكن من فتره طويله كده، اتكلمت معاه في النقطه دي، وحتى هو رد عليا قال لي انا كنت بعمل كذا 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 علشان ابقى جنبك. فهو ما كانش يعني، ما كانش بيتعامل معايا بصراحه يعني، هو ما كانش بيقول لي الكلام اللي كان بيحصل، هو ان انا مثلا كنت ابقى في ماتش فانا اجيب جون فيطلعني، بعد ما اجيب الجون نزلني تغيير فيطلعني تاني. كان بيعمل حاجات انا لحد وقتنا مش فاهمها اصلا. يمكن كان عارف انك بتحب تلعب تحت ضغط فكان بيحفزك. لا، ما كانش وقت تحت ضغط. ما كانش وقت تحفيز. لا. اهم مرحله في حياتك نقطه التحول اكيد وانا في نادي حرس الحدود. طبعا دي بدايه. كان وشه حلو عليك؟ طبعا طبعا، انا اتعرفت من وانا في نادي حرس الحدود، و يعني الحمد لله عملت موسم معاهم كنت كويس فيه الحمد لله. جيت من الريف للقاهره، اضواء المدينه، اول مره وصلت كده وشفت القاهره، شفت اضواء المدينه بجد زي ما بيقولوا، احساسك كان عامل ازاي؟ كان عندي 19 سنه و 18 سنه، فدي كانت بدايه ليا ان انا خلاص، ان انا بقى قدامي مشوار وقدامي مستقبل لازم اركز فيه علشان اقدر اساعد عيلتي طبعا اللي دايما واقفين معايا. شباب وشهره وفلوس، أثروا على حياتك إزاي وقتها؟ لا مفيش والله، أنا دايماً ما ببصش للكلام ده، أنا يعني أنا زي ما بقولك أنا ما ببصش للكلام ده خالص. جاي من الريف للمدينة وصغير وعندك حلم وحققت جزء كبير من حلمك وشهرة وفلوس. لا، ما هو بيقولك حاجة، مش كل حاجة الفلوس يعني، دايما مش كل حاجه الفلوس، انا بعتبر دي كده يعني. الحاجات دي ما اثرتش على حياتك وقتها؟ لا، ما انا مش جاي يعني، مش سايب بلدي وسايب عيلتي ومتغرب علشان فلوس. ماشي، الفلوس دي اكيد اكيد لها يعني مهمه في حياه البني ونجاح. ادم اكيد، بس انا كان قدامي حلم ان انا اوصل له، وبعد كده هدور على الفلوس. دلوقتي بتدور على ايه؟ لا دلوقتي بدور ان شاء الله على النادي الاهلي طبعا، ان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي وناخد بطوله افريقيا ان شاء الله، واصعد نلعب كاس عالم. اتجوزت صغير قوي، 24 سنه، مراتي ربنا يخليها لي سند ليا، ويعني مهما اتكلم عليها مش هقدر اديها حقها، وقفت جنبي في حاجات كتير ودايما سبورت ليا في حياتي، سواء في النادي او في الملعب عموما او بره الملعب، دايما معايا وربنا يخليها. داعم وظهر وسند. طبعا طبعا. والدتك انت بوست؟ اه طبعا. نزلت بوست رجل والدتك يوم فرحك؟ اه في حته تانية دي طبعا، ربنا يخليها لي دي، من يعني شابت معايا حاجات كتير، ما كنت في المحله كانت معايا، ما كانتش بتسيبني في اي وقت، كان تمرين صبح بالليل كانت معايا في كل الاوقات، ودايما يعني انا مهما اتكلم عليها مش هقدر ادي لها حقها برضو. والدتك ما بتتفرجش على ماتشاتك عشان بتبقى خايفه عليك؟ لا، ما بتتفرجش على الماتشات خالص. بتبقى خايفه عليك جدا لدرجه انها ما بتتفرجش؟ ما بتتفرجش خالص على اي ماتش ليا. ايه القناع اللي ممكن تبقى بتضطر تلبسه في المكان اللي انت فيه في الوقت ده تحديدا من حياتك؟ عموما انا صريح، اللي في قلبي على لساني، فانا مش من نوع ان انا اداري على حاجه، ومثلا ان انا بعمل حاجه اقول لا مش هقول عليها، دايما اللي في قلبي على لساني بقوله على طول. صريح ولا مندفع؟ الاثنين. عارف انك مندفع. قرار بيجي في دماغي بعمله. اول حاجه، اول فكره بتعدي أول على دماغك، اول حاجه بتيجي في دماغي بعملها، وما بسالش حد، باخدها كده زي ما هي. ما بتخافش على نفسك من ده؟ لا. ولا على مشوارك؟ عشان انا صاحب القرار. ما بتخافش على حلمك؟ لا، اكيد بخاف على حلمي، بس يعني في قرارات انا بفكر فيها، في قرارات تانيه بمندفع فيها. قرارات ولا ردود افعال يا امام؟ الاثنين. اشترك في باقات واتشت الشهرية، بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.